جهاز المعاون حكايه طبعا. في اسمين تحديدا هو الكلام عليهم، محمد شوقي وعصام الحضري. هل محمد شوقي مكمل مع الجهاز الجديد لمنتخب مصر مهما كان اسم المدير الفني؟ هل عصام الحضري مكمل معاه مهما كان اسم المدير الفني؟ ولا زي ما انت قلت انه في مدرب ممكن يطلب مدرب حراس مرمى اجنبي منهم؟ بوميل ممكن يطلب مدرب حراس مرمى اجنبي، لكن في حال قدوم سوزا بنسبه 99% شوقي وعصام الحضري مكملين مع جهاز باولو سوزا. حتى التفاوض كان ما بين مسؤول اتحاد الكوره وسوزا على ده، وهو موافق على شكل على الامور ديت. هو هيجي معاه لو سوزا بشكل رسمي، هيجي معاه محلل اداء، معد بدني، ومدرب مساعد. الثلاثة دول وهيبقى معاهم الحضري ومحمد شوقي. ومحمد شوقي. في اسمين النهارده سمعتهم، اسمين مصريين، سمعت ان هم اتطرحوا وكانوا موجودين في الصورة. احنا بنتكلم في وائل رياض شيتوس، وبنتكلم في طارق سليمان. سمعت الاسمين دول ترددوا في اتحاد طارق سليمان؟ في حد أعضاء مجلس إدارة رشح الكابتن طارق سليمان يتواجد، ولكن ده مش بشكل نهائي. كابتن حازم إمام يمكن من حوالي أكتر من حوالي أسبوعين كده تواصل مع عصام الحضري وتواصل مع كابتن محمد شوقي، وأكد لهم إن هو سيتواجد مع الجهاز الفني الجديد للمنتخب. شايفين ان هو عصام الحضري طبعا خبراته الكبيره مع منتخب مصر، شايفين محمد شوقي برضو عنده خبرات كبيره، وكان متواجد مع المدير الفني الاجنبي، وكان متواجد مع كارلوس كيريش، وعنده خبرات كبيره قريب من اللعيب. في كلام باتيس بومل لو جه هو طلب معاه من ضمن الجهاز المعاون معاه، لا لو جه يعني مدرب حراس مرمى، فبالتالي موقف عصام الحضري هيبقى صعب جدا. ولكن طارق سليمان مرشح في احد اعضاء، ولكن مش بشكل نهائي. محمد شوقي في كلام عليه، هل ممكن يقعد؟ ده كله يعني هيبقى في جلسه لمجلس اداره اتحاد الكوره، هياخدوا القرار النهائي بشان الجهاز المعاون للمصري اللي هيكون متواجد. دي كلها لسه هتتضح لما يختاروا الجهاز الفني الجديد او المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني.